الله يخلي لي ماما وبابا وجده والله يرحمك جدي. علاش بنتي قلت على جدك الله يرحمه؟ ما عرفت يا بابا، ولكن غير خرجت ليا وصافي. نهار الثاني مات جدها وقال باباها مع راسه هذه غتكون غير صدفه. ومن بعد ما دازت سيمانه سمعها كتقول الله يخلي لي ماما وبابا والله يرحمك جده. نهار الثاني ماتت جدها وبدا كيفكر باباها باللي عندها الحاسه السادسه وكتوقع المستقبل. ومن بعد ما دازت سيمانه سمعها كتقول الله يخلي لي ماما والله يرحم بابا مسكين. النهار الثاني مشى للخدمه، بقى تما النهار كامل وهو خايف كيشوف في الساعه ديالو حتى وصلت 12 ديال الليل وهو يرجع للدار. اول مره غتعطل فيها ياك ما كاين باس، كنت عارف اش طرا ليا اليوم، غير خليها على الله وصافي. هاد النهار فيه غير المشاكل، يا ربي تحفظنا وصافي. كيفاش اشنو طرا اليوم؟ حساس ديال الدرب مات مسكين. كيفاش؟